السلام عليكم البنات، كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. نهار جديد، فيديو جديد باذن الله. اليوم ان شاء الله ابتداء من اليوم غادي نشارك معكم يوميات ديالي الصيفيه. المهم كان اول نهار ديال السفر ديالنا او الخرجه ديالنا، ماشي شي سفر نيش، ولكن المهم الخرجه ديالنا بدلنا الحيوط بدلنا الدار. هنا كنا شدينا الطريق باش غادي نمشيو للمنصوريه. صافي هنا كيف كتشوفوا عزيز بدا بالغسل الطوموبيل شي شويه، ومن بعد شدينا الطريق. هنا كنوريكم شويه من المحمديه، كنوريكم المنصوريه، حتى وصلنا للريزيدونس اللي غادي نجلسوا فيها اللي هي ماربيا بيتش. المهم هي كاينه ما بين المحمديه ووزنقه بالنسبه للبنات اللي غادي يسولوني عليها. اما بالنسبه للمعلومات اكثر ان شاء الله غدا غادي نحطهم لكم فيديو جديد. وهذه هي الريزيدونس. صافي فاش وصلنا كانت ديك الساعه 12 صافي ودخلنا، وان شاء الله غادي نشارك معكم النهار كامل كيف غادي يدوز. فرجه ممتعه. ماما قطعت. صافي البنات دابا من بعد ما دخلت للدار مباشره غادي نهض الغدا. تعطلنا دابا راه 12 ونص ولا 4 الوحده، غنرد شي حاجه اللي خفيفه ودغيا دغيا كتوجد، هي البطاطا والزيتون والدجاج. المهم انا غادي نديرها طيب، ومن بعد اي حاجه درتها راه في هذه الايام غادي نشاركها معكم باذن الله. المهم من بعد ندير لكم حتى جوله في الدار باذن الله ان شاء الله. دابا راه مازال يلاه كنحط كلها بالحاجه بلاصه، مازال ما طرفت الدار كامله. غادي نرتب كل حاجه في بلاصتها، ومن داكشي ديال الثلاجه كله راه دخلته للثلاجه هانتوما، كلشي رتبته، وداكشي كاع اللي غادي يخصني في الثلاجه كذلك اللحوم تما رتبتهم هنايا. ايوا صافي دابا غادي نمشي نرد الغدا هو الاول، عاد نرجع معكم ان شاء الله. صافي هنا درت الدجاج، قطعت البصله من داكشي ديال الزربه، درت الثومه، وغادي قطعت شويه ديال الربيع. ومال البنات راه جبت معايا كلشي، غادي نوريكم كيفاش درت الطريقه باش كلشي ساهل. جبت معايا كلشي ديال الايام اللي غادي نجلسوا، كتبتها في ورقه وغادي نوريكم كيفاش درت داكشي. المهم دابا نطيب الغدا هو الاول. الدراري راه مشاو للبيسين قبل ما يجيو، يجيهم الشوع اصلا، راه جاهم الشوع، قلت لهم غير سيروا على ما نكمل. هانتوما حتى العطريه جبتها في بلاستيكات بحال هكا، هانتوما شويه الزهر شويه التحميره الخرقوم كاع داك العطريه اللي نحتاج. هنا جبت توابل المكسيكيه نحتاجهم، الزعتر، المهم اي حاجه. المهم ندير دابا التوابل، غادي نخليها تقلى، غنزيد غير شويه الملحه، وغادي ندير فيها شويه الخرقوم بلدي، شويه البزار والسكنجبير. صافي هادشي اللي غادي ندير فيها. صافي دابا راه عليت الدجاج مزيان، اهم حاجه هو الدجاج يتقلى مزيان. غادي نضيف هنا بطاطا راه غسلتها، واحد ربع حامضه مصيره ضروري حامض مصير، كنحاول نشحرها واحد شويه مع ديك العطريه، وغادي نزيد الماء. صافي نسد عليها الطاي، ما غاديش نسد الكوكو، غادي غير نحط الخطا وصافي حتى ما بقيتش الطنجره. صافي دابا راه سديت على الطنجره ودرت الرز، زيت عندي شلاضه ديال الرز، درت درتو مع شويه الملحه. هنا خليت شويه الزيتون، صراحه ما شريتش الزيتون عادي، سخرت ادم جابو ليا، جاب ليا الزيتون مقطع. المهم قلت ماشي مشكل، غادي نديرو هو في الطنجره. هنا دابا بقى ليا الماينات، جمعت هذيك الخضره اللي نقيت جمعتها هنا، انا غسلت الماينات نحطهم بلاصتهم، ونغسل ديك القراعي نعمرهم نديرهم في الثلاجه وصافي، باش الا ماشي صافي غادي
هنا عندي واحد اول حاجه غادي نوجدها هي الكلاص باش حيت الدراري غادي يبغيو الكلاص. جبت معايا هذا ديال الفريز وجبت معايا هذا ديال السكنجبير والحامض، هذا واعر البنات. هما انا غادي نديرو كنخلطو مع سطرو الحليب وكنطرب كل شيء. جبت معايا الطراب حيت قلت محال واش يكون صافي، وغادي نديرو في المجمد باش غدا ان شاء الله ولا بالليل يكون واجد. دابا غادي ندير هذاك الكلاص اللي قلت لكم، غادي ندير ربع اترو ديال الحليب بارد راه درتهم في الثلاجه، وغادي ندير هاد الكلاص هذا ديال الحامض والسكنجبير راه خطير المذاق ديالو. غادي نطربهم. جبت معايا الباتور ديالي حيت عرفت ما غاديش يكون هنا، جبت معايا هذا ولا نخدم به. المهم نطرب الكريمه ديالي، يعني ما كتطلعش 100% كنخليها واحد شويه سائله غير شي شويه، انا نوريكم كيفاش خصها. وغادي نديرها في العلب ونديرها في المجمد حتى الغداء ان شاء الله، وكذلك غادي ندير حتى ديال الفريز. المهم راه كاين او ديال املو حتى هو خطير البنات، جربوا هادو راه مازال جداد، ديال املو ديال السكنجبير والحامض مازال جداد. المهم انا غادي نديرهم في العلب، هما العلب غسلتهم. انتم البنات الكلاص ديالي راه شفتوه انتم كيفاش يكون، شفتوا. دابا غادي ندخلو المجمد ونخليه حتى الغداء ان شاء الله. صافي هنا كيف كتشوفوا راه الروز تصلع، درتو في الثلاجه باش يبرد شويه، غسلته بالماء بارد باش ما يتعجنش. ها نتوما شفتوا كيجي معدول. درت علبه ديال الطون، صراحه انا كنت خدي الطون ديال الزيت صلع بقيت فيه هاد الحاره هادي شفتوا السودانيه، ودرت شويه ديال الزيتون مقطع اخضر وكحل، وشويه ديال المايونيز وشويه ديال الكاشير محكوك. مايز كنت جبدتو باش نجيبو خليته في الثلاجه وجيت. المهم غادي نزيد شويه الملح والبزار صافي ونخلط كلشي وشويه ديال الزيت. المهم انا درت المايونيز هنا، هادشي ديال السرعه البنات، ديال بنادم اللي ما كاينش في دارو يعني ما غاديش يقدر ندير داكشي بشويه بشويه وكل حاجه بوحدها، كنخلط كلشي في دقه واحده. هادشي ديال الزربه. المهم انا غادي نخلط ونحط في الطبيصات نوريكم الطويبله ديالي. صافي البنات هنا ها هو المريقه ديالنا، مريقه ديال الزربه، وهنا هي السلطه ديال الروز. صافي وحطيت كلشي ديال الزربه، حطيت الخبز صراحه الخبز غير شريناه. هاد الدراري يلاه جاو من بيسين غادي ياكلوا، وفين تمشيو لا بيسين. صهيب ددوش هضري ستيه. ايوا صافي دابا نمشيو نتغداو، حتى نتغداو ان شاء الله ونطلعوا. سلام عزيز. هاي اللي كنا كارين هنا فين كنا في 2018 دينيت صحاب بيسين عامر هذا الشو، هذاك اللي حدانا راه خاوي حيت كيجدوا ليه الماء. ساجة ساجة هاتي ساجة لاباس. ها هي ددوشه يلا نعوم. هذا هنا واحد دوس ثلاثة واحد ثلاثة. صافي البنات انا دخلت من بيسين، خلينا الدراري تما تيعوموا. ايوا صافي جينا. المهم بغيت نقول لكم ان عزيز راه شاد كون جي في هاد 15 يوم، هذاك الشيء علاش غادي تشوفوه معنا بزاف. دابا هنا راه بديت كنوجد في اتاي، وجدت هنايا النعناع وداك الشيء، درت الماء تيطيب، غادي نوجد نحط الطبيصلات. هما غسلت الكيسان حيت جبتهم من بلاكارات غسلتهم، غسلت الطبيصلات دابا يلا غنخدم فيهم اول مره. صافي هذا هو الكوتي، انا دابا وجدت وحطيت لهم حتى يجيو ان شاء الله، وديك الساعه غادي نحطو فوق الطابله ليها عند اللي جا غادي يدخل يدوش وياكل وصافي ونجلسو نرتاحو. راه دابا راه 6
ومازال ما جاو. المهم هادشي اللي حطيت، حطيت شويه كاشير، حطيت هاد المملحات اللي كنت صيبت معكم، هاد المربى اولا كونفيتير ديال الليمون واعر البنات، غير جربوه، شي زيتون فرماج توست صراحه غير شاريه. وصافي بريريت ديال اتاي هو راه طيبتو. ايوا صافي هادشي اللي كاين دابا، نمشيو نجلسو. المهم انا غادي نشارك معكم النهار بالضبط كيفاش كندوزو. صافي ها هو الكوتي ديالنا والغراف حاضر. ها هو صافي دابا غادي نخليه بحال هكا نطيب شي حاجه ونخليه حتى يجيو الدراري على راحتهم. بيسين راه خاوي هذا اللي حدانا شفتو. صافي هما جاو من لابيسين، ما جاو تجرو اليوم. واو واو شي خرجوا. كيف جاكم لابيسين؟ واعر. عجبكم الحال؟ نتايا عجبك الحال صغير؟ شرارتي راه كيفاش ولاو وجههم، شو عينيهم. هم دابا غادي يديروا الكوتي، راه جاو لقاو كلشي واجد. مزيان بحال هكا؟ ما عرفتش فين عين. صافي انا غادي نجيب. ندير ليا فرماج وكاشير. اللي بغيتو. لا بلاش دير البيضين، حط الكراس البيضين. لا لا انا غنجيبو ليكم. فين غادي ندير؟ غندور. ما عرفتش. ما عرفتش. واحد البلاصه ولكن واحد البلاصه تخرج شويه من الريزيدونس راه كاين التيرانات وهاديك الشيء. سير المهم. عرفتي راه عندك. صافي الدراري راه خرجوا دابا. انا شبت هذاك الشيء ديال اللي كانوا المايوات وداك الشيء علقتهم، غسلتهم وعلقتهم ينشفوا. في نفس الوقت جينا حتى هنا كريسات هنا باش نشربوا القهوه ديالنا. ايوا صافي دابا نكسو شويه قابلين مع البيسين. اش كديري تما؟ كاين 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 نهار الاسد ادم كاين كاين. بالنسبه للعشاء البنات درت لهم محمصه اولا نجيمات بالحليب. صافي دابا هما طفيت عليها، زدت عليها الحليب، درت الماء، درت فيه شويه زيت الزيتون، درت شويه البزار والملحه، خليته حتى غلى، درت المحمصه اولا هاد النجيمات وخليتهم حتى طابو والماء نقص، زدت نص سترو ديال الحليب وصافي خليته حتى غلى وطفيت عليه. دابا صافي راه واجد. باقى شويه من الغدا، راه باقى الروز، باقى حتى البطاطا والدجاج وداك الشيء، يعني الله يجعل البركه. هذا هو العشاء ديالهم ان شاء الله. صافي البنات هذه هي المحمصه اللي درت اولا النجيمات اللي درت. غادي نحط لهم دابا يتعشاو وغادي نسمع معكم الفيديو حتى نتلاقاو غدا ان شاء الله. فيديو جديد بطبيعة الحال غادي يكون في نفس البلاصة، وغادي يكونوا فيديوهات متنوعين فيهم وصفات مختلفة اللي ممكن توجدوهم. فإلا كنتو مسافرين ساهلين اقتصاديين وسريعين في التحضير، غنخليكم دابا في امان الله، تصبحوا على خير.